كبار كان بيعيش في مزرعة. شاف مرة صاحب المزرعة جايب مصيادة، فالفار طلع يجري زي المجنون في كل حتة في المزرعة وهو عمال يصرخ جابوا مصيادة الفيران، جابوا مصيادة الفيران، يا ويلنا يا سواد ليلنا. في اللحظة دي زعقت الفرخة بأعلى صوتها وهي زعلانة، بتقول له انت عمال تزعجنا بصياحك، المصيادة دي جايبينها علشانك انت، دي مشكلتك انت وبس. فراح الفار للخروف قال له انا جاي احذرك، البيت فيه مصيادة. فابتسم الخروف وقال له يا جبان انت بتسرق وتخرب ليه طالما انت خايف من عاقب اللي انت بتعمله، وبعدين انت المقصود بالمصيادة دي، ما توجعش راسنا بصراخك ده تاني، انا عايز انصحك تبطل سرقة اكل وتقطيع الحبال وقراضة الخشب. في اللحظة دي الفار ملقاش حل الا انه يستنجد بالبقرة اللي اتريقت عليه وقالت له في بيتنا مصيادة، اكيد هم عايزين يصطادوا البقر بالمصيادة، يا ترى عايز نعمل لجوء سياسي في حديقة حيوان مثلا. وبعد لما الفار اكتشف ان محدش واقف معاه قرر يحل المشكلة وينقذ نفسه بنفسه، وقعد يتجسس على صاحب المزرعة لغاية ما عرف هو حط المصيادة فين، وقرر يبعد عن المكان الخطر خالص ونام بعدها مطمن. وفجأة حصل صوت عالي في نص الليل، صوت المصيادة وهي ماسكة فريسة، وجري الفار علشان يشوف مين اللي في المصيادة، علشان يشوف تعبان عمال يتلون لما مسكت بيه المصيادة، فجت مرات صاحب المزرعة وعلشان الضلمة بتحسبه الفار ومسكت المصيادة فالتعبان عضها، فراح جوزها واخدها جري وراح على المستشفى وعملوا لها شوية اسعافات، ورجعت للبيت وهي درجة حرارتها عالية جدا. فصاحب المزرعة ذبح الفرخة علشان يعمل عليها شوربة لمراته، والناس جم علشان يزوروا مراته، فكان لازم يذبح الخروف علشان يأكلهم، بس للأسف مراته ماتت بعد صراع طويل مع السم وأثاره على جسمها اللي قعدت معاها كام يوم، وجات الناس علشان تعزي وكان عدد كبير وضخم، فصاحب المزرعة قرر يذبح البقرة علشان يأكل كل الناس اللي جاياله، وبكده يكون الحيوان الوحيد اللي لسه عايش هو الفار اللي أصلا كان صاحب المزرعة جايب له المصيادة، وهو الوحيد اللي استشعر الخطر مع إن التانيين قعدوا يتريقوا عليه إنهم بعيد عن المصيادة فما حسوش بالخطر، بس قعدوا يتريقوا على الفار ويتريقوا على وجهة نظره، بس الفار كان خايف علشان عارف من تجاربه اللي فاتت وحياته الصعبة اللي عاشها إن ضحايا المصيادة ممكن يكونوا أكتر من اللي هم متخيلينه. خلاصة الموضوع إن كتير مننا بيقع قدامه مشاكل، بيبقى حواليه مشاكل كتير، ساعات بيتريق على أصحابها وساعات بيتريق على وجهة نظرهم في حلها، بس في الآخر بيطلعوا هم اللي صح، والمشاكل اللي هو كان فاكر إنها بعيدة عنه ممكن هو أول واحد تصيبه المشاكل دي. لو حد تبعك وقع في مشكلة ما تقولش وأنا مالي دي مشكلتك أنت، حاول تساعد الناس، حاول تقف مع أي حد يقع في مشكلة، لأنك ما تضمنش أنت بعيد عن المشكلة ولا قريب. أنتوا كنتوا بتسمعوا أيمن الجوهري.